And slowly, you come to realize it's all as it should be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دارك راي كيو 8 وهذه مراجعة ريفيو عن سليفات بوكيمون الأوفيشال نفسها. هذه السليفز هذه أوفيشال باي بوكيمون كومباني. مو بس الديزاين هذا, كل سليفات بوكيمون أنا قاعد أحكي عنها بشكل عام. شونها من ناحية اللعب, من ناحية الشفل, من ناحية الأمور هذه الجميلة على قولتهم. السليفات اللي عليها آرت حق ألعاب نفس ماجيك ذا جاذرينج وحق ألعاب نفس بوكيمون أنا ما أشتريهم. السبب ان هذه تشتريهم فيهم سعر, فيهم سعر غالي, وبعدين العب فيهم راح تخترب. فش يعني كأنك انت قطيت فلوسك وحركته حلوين. فبالعاب نفس يوغيو نفس فانغارد لا, اذا اشتري سليف عليه ارت احط عليه دبل سليف ويصير حجمه نفس حجم كرت بوكيمون, لان هذولك حجم الكرت ميني سايز, هذا ماجيك وبوكيمون ستاندرد سايز. فالميني لو حطيته دبل سليف يصير ستاندرد, الستاندرد اللي حطيته دبل سليف يصير بومباستيك, شي هلمت ندكسه. جربتها وحاشني شديد عضلي هني, حسيت انه مخي قاعد يطلع من ايدي, ما ادري شلون. لا تسالني بس انه صار حلوين. زين خليك عن هذا, انا ما عندي مشكله اشتري كل مره سليف جديد اذا اخترب. شلونه بالشفل؟ انا هني كلامي يعني الشفل. انا من المطبلين الشداء حق دراجون شيلد, ولسبب يعني مو تطبيل اعمى كالذين يطبلون حق الجيل الثاني, ها مو تطبيل اعمى, تطبيل لان الماتيريال حد ممتاز. راح اوريكم شلون. هذا سليفات بوكيمون لعبتها بطولة الاولى كانت ممتازه, البطوله الثانيه غرزت. يعني الشفلينج اللي احنا نسميه هذا اللي هو الكراش شفل, قاعد تشوفني ها وشوف قاعد يشد معاي على ما قاعد يدخل. انا ترى ما مو قاعد على قولتهم اتصيد, لكن هذا اللي صار. البطوله تعبتني يعني الشفلينج مو سموث. يلا بسم الله واللي يخسر الخاسر ها يشفل, ما اقول لك لا, بس مو الشفلنج السموث اللي يساعدك انك تك 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 تلعب بسرعه. وبعدين اشوف نفسي زهقان يلا سرع, بعدين اشوف اربع انرجيات بيدي, عرفت؟ لا انت ما تبي توصل كذي. مقارنه مع دراجون شيلد اللي هذول صار لهم عندي فوق الثلاث سنين, اني يعني العاده سليف بطولتين انت قاطه. دراجون شيلد سنوات وسنوات, حتى قله ادب تشوف السليفات يمكن عليها صمون داخله من كثر ما قديم, عرفت شلون؟ بس لا زال دراجون شيلد الافضل. ولا هذا سليفات عمرها اربع سنين, ها هذا ما صار لهم كم شهر. قاعد تشوف الفرق؟ هذا لو اجيب لكم دراجون شيلد فريش جديد راح تشوف شيء شفلنج النينجا, عرفت شلون؟ هذا سليفات عمرها اربع سنوات او ثلاث سنوات اللي بيدي, وانا العب فيهم دق على طول. تذكرون قبل يعني يمكن ايام 2017 بدينا القناه 24 ساعه نلعب بوكيمون, في الديوانية نلعب, في البطولات نلعب, بس قاعد تشوف الفرق. يعني يغرز هذا لأن عمره أربع سنين في داخل كذي شباتي, أما إن هذول اللي عمرهم شهرين ها إن هو قرخ إيدي ادخل يا ما قاعد حاول يلا بسم الله ماكو. هذا هو عن هذا كلام. يعني الشباب قالوا لا السليفات صايرين أحسن, السليفات صاروا أحسن صدق من ناحية إنه ما يختربون بسرعة, يعني ما يصير لهم ديستروي بسرعه, ما تتبطط الزوايا بسرعه, لان وايد سليفات قبل كانت زوايا هاي تتبطط مع الكراشفل هذا, تمام؟ وهذا يعني ما قاعد اشوفه صار فيني بسرعه. يعني حتى انا ايدي وايد حلوه بالشفل حذر يعني مع السليفات, فما قاعد يتبطط معي. ففي تحسن, في تحسن من ناحيه الكواليتي مال السليفات, يعني تقدر تاخذه واذا ما عندك مشكله انه يخترب السليف يتزلق, وخاصه شاريه انت مبلغ غالي, يعني مو اقل من 5 او 6 دنانير راح تشتري السليفات هذه اللي عبارة عن 60 أو 64 سليف فقط, فدك بوكيمون وأربع سبيرات. أما بالمقابل أنت بدراجون شيلد قاعد تأخذ بثلاث دنانير أو أربع دنانير قاعد تأخذ فيه 100 حبة سليف, فإذا شريت منه اثنين هاي ثلاث دكات بوكيمون وعشرين سبير وأحسن بالشفل. قاعد تشوف إذا أنت تلعب وايد هذا فرق. فللأسف يعني ميزة فانغارد ويوغيو أقدر أشتري سليف كشخة وحط عليه وحط عليهم الدراجون شيلد الشفاف عشان يعطيك الشفلنج مال دراجون شيلد ويبين جمال السليف. فهذه يعني على قولتهم عيب العاب نس ماجيك والعاب نس بوكيمون, اخذوا الستاندرد سايز التعبان هذا. احلى بالشفل الستاندرد من الميني, بس الميني اذا حطيت عليه دبل سليف يصير ستاندرد. هي عرفت شلون؟ فمن ناحيه سليفات انا من الناس اللي وايد احب سليفات دكات فانغارد ملوتي كلهم اشكال والوان السليفات,
احب السليبات انا احب اوكي بعد فتره راح تزهق من الكروت فتبدي اوكي السليبات بعدين فول ارت عرفت شلون هي هي زخره مجرد زخره هذا كان الريفيو السريع حق سليبات اوفيشال بوكيمون ما هي سيئه لكن ما هي دراجون شيلد وحق انسان يعني نفسي اللي اوكي بلعب الجيم وما ابي اشتري سليبات احرق عليها فلوسي وراح تخترب بالنهايه مو سليبات اقدر احافظ عليها والله ما اتوقع راح تخترب بسرعه لكن بالشيف المؤذي انا هذا بالشيف المؤذي ما هو سموث يعني لو كان سموث بالشيف كان قلت لك اوكي ما عندي مشكله حتى لو تخترب سليف بعد يعطيني 6 اشهر 4 اشهر يخترب ما عندي مشكله لكن انه مو سموث بالشيف للاسف هذا ما كان عندي كوعلي لايك وسبسكرايب ومحدثكم دارك راي كويت وبسكم تطبيل زين كويتي يعلكم الماح ان شاء الله